ما نشوف رأي الناس في الشارع، عشان هرجع اتكلم في موضوع الحجاب ده مهم قوي، ده عايز مننا حلقه. تعالوا نشوف رأي الناس في الشارع. لما واحد يعذب بنته عيله وعايز يجبرها على الحجاب ويضرب امها وهو بيشرب مخدرات، ده الليله بايظه خالص. ده طفله عايزه تفرح ببنت بطفولتها، تلبس ابيض تلبس احمر تلبس اصفر، هي حره. انت مالك؟ انت خليك باللي انت فيه. طبعا بيعمل عقده نفسيه، وهتفضل طول عمرها عندها عقده نفسيه. ربنا معاها، اقول اكتر من كده ايه؟ ربنا معاها ومع امها، يتقي الله ويعالج نفسه. يا اما تسيبهم واتكل على الله، تسيبهم هم يعيشوا لوحدهم. لما تحترم، نحن نحترم بعض كلنا، البيت هيبقى ناجح، والولاد يجيبوا نمر كويسه والاعصاب تهدى. انما تبص تلاقي لا انت بتاكلها ولا بتشربها، عمال تشرب مخدرات وبتضربها، ايه ده؟ طريقه المايند سيت بتاعت باباها ممكن تكون برضو كانت بسبب اهله اتعاملوا معاه ازاي، عرفوه مثلا ان الدين بطريقه ازاي، الموضوع مش ما ينفعش. الطريقه او طريقه الاجبار برضو بتنفر. يعني هي لو قالت انا بكرهه مثلا، وممكن تكون حصلت انه مثلا حد مثلا ضرب من بابا، يعني اتكررت واحنا اطفال مثلا، ممكن نقول قلناها في وقت غضب، بس ما اعتقدش ان هي من قلبها تكون كرهاه. بس برضو هو لازم اكيد يتغير في طريقته معاها، هي في الاخر طفله. انا شايفه ان هي لو احتاجت تروح تتكلم مع ثيرابيست دي هتكون حاجه كويسه ليها، لانه عادي احنا كلنا محتاجين اصلا نتكلم مع ثيرابيست، مش حد مثلا يكون عنده مشكله. دي حاجه كويسه مش حاجه وحشه. قصه متكرره كتير في الشعب المصري. البدايه اساسا الجهل هو اساسه. يعني كنا هنجيب اللوم على الاب، فالام برضه غلطانه مليون المية، لان اساسا هي متعلمه، ما تاخدش واحد جاهل مش مدرك بالحياه وبيتصرف تصرفات عشوائيه. مش هو بس، يعني ده نسبه كتير قوي في الشعب المصري بيستعجلوا بجواز، والاختيار بيبقى خطا من الاول. طب هتعيش طفولتها ازاي يعني؟ يعني ما هي طفله وعايزه تفرح بنفسها، ومشايفه البنات كلها اللي في سنها اللي بيخرجوا واللي بيلعبوا واللي بيقصوا شعرهم. ربنا يعينك انت وامك على البلاء اللي امك اساسا اختيارها كان خطا. واضح ان فيها خيالات طفل كتير، القصه دي فيها خيالات طفل كتير، وان كان في جزء منها بيبقى في الواقع العملي بتاع الحياه. اقول لابوها يتقي الله فيها، وانه يقلع عن شرب الخمر والمخدرات وكده، ويبص لبنته، لان بنته اساسا هو بيمثل لها القدوه. عز الولد ولد الولد. فالست برجوها او بنصحها انها ترجع تاني لوجهها، وتحاول تقرب وجهات النظر في التصالح، وتحاول تخلي الوالد يعامل البنت كويس بما يرضي الله. طبعا في كل الاحوال البنت هي مش بتكره ابوها كشخص، لكن بتكره افعاله كافعال. شفتي يا رحاب رأي الشارع حلو ازاي؟ شفتي الناس؟ لا الناس واقفه ازاي؟ يعني احنا يا جماعه واحنا بنتفرج في النص عمالين نقول ايه؟ الراجل ده هو اللي ممكن يتدخل لها، الراجل ده هو اللي ممكن يوقف لها، صح؟ وحللوا صح، كل واحد مسك، عارفه الجده والام والاب، صح. يعني مسكوا عارفين المشكله فين؟